ما شاء الله، احلى احلى لبن، اللبنة بالبيت بالبيت، نعم عملناها في البيت. بتعرفي شو عم تساوي وشو عم تصنعوا؟ بتعرفي شو عم تاكلوا؟ ما شاء الله عليها، لبنة بالنعناع، عاملة لبنة بحبة البركة، دامة كاسة الشاي يا الله بتفطروا فيها. عندي 3 كيلو حليب عم بغليهم على النار، طبعا غلو هلا، طفيت الغاز عليهم، بستناهم ليبردوا، تصير درجة الحرارة بال40 او 42 ومنروبه. طبعا هون انا حطيت الحليبة دون قدر 3 كيلو، بردوا تقريبا يعني درجة الحرارة 42، بين ال40 و42، بتحطوا اصبعتكم حتى تتحمل. هلا حطيت 3 معالق لبن، لبن زبادي، هلا بحط له 3 معالق حليب، بخلطهم مع بعض، بحطهم فوق الحليب، بساويهم لبن بهالطريقة، من روب اللبن، لبن الزبادي. طبعا هذا حليب بقري كامل الدسم. تفهم من فوقه حتى يزبط معنا. تفهم من فوق منيح. هلا مسقطهم فوق الحليب. هلا منزلهم فوق الحليب. لبن طيب ولذيذ، بدي ساويهم لبنة انا دوني، جا عبالي نساويهم لبنة. هلا بنحركهم منيح بالسفل ونغطيهم. حركناهم مني، هلا نغطيهم، نجيب الغطا ونغطيهم، شايفين؟ نجيب احرام ونحط لهم احرام، بتركهم ما بين ال4 ساعات 6 ساعات. شايفين هلا غطيتهم الاحرام، هلا اتركهم تقريبا من 4 ساعات او 6 ساعات، يعني 4 ساعات بكفيهم، انا الدنيا حار الدنيا صيف. شايفين بهالطريقة؟ طبعا انتو بتدسوا الحليب، بتحطوا اصبعاتكم، اذا تحملت من عديتوا من 1 ل10 بتحطوا اللبن، صار ظابط معكم، خرج حط اللبن فوقه بهالطريقة. شايفين بهالطريقة تتحمل اصبعاتكم، طبعا تعدوا من 1 ل10. درجة الحليب لازم يكون بين 40 و42 تقريبا. طبعا هلا بعد 5 ساعات تقريبا، شايفين بعد 5 ساعات كشفت عليهم، ما احلاهم صايرين. هذا اللبن، لبن الزبادي ظابط معنا، بحطهم بالبراد لمدة ساعة وبرجع بقى بصفيهم. طبعا هلا بحطهم بالبراد لمدة ساعة، بعدين برجع بصفيهم. شايفين منظر، منظرهم شي بشهي، ما شاء الله عليهم، تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شي بشهي. لبن زبادي لذيذ وطيب. هلا بعد بساعة بطلعهم من البراد وبصفيهم. طبعا جبت الطشط وحطيت المصفاي وحطيت شاشية نظيفة معقمة، وهلا بدي احط شوية، احط اللبنة. طبعا قدر شي 3 كيلو، بدي صفي اللبنة، ساوي لبنة صفى. وحط لهم قدر تقريبا 2 معلقة ملح، حركهم شوي بهالطريقة.
الشاش، اربط الشاشية هم عليها بهالطريقة. تقدروا تربطوا او تحطوها بشي بسمارة معلقة هيك تنزل فوق المجلة، او تحطوا لاتة تقيلة. انا طبعا لحط اللاتة تقيلة بهالشكل، اتركها شي 12 ساعة بهالشكل، بترجع تصير اللبنة مصفى بهالطريقة. طريقة اللبنة طيبة ولذيذة تجي. بعد بقى 12 ساعة بأرجيكم النتيجة. شايفين اللبنة شلون طلعت معنا؟ بتقدروا كمان تنشفوها أكثر من هيك، بس نحن بدنا ناكل منها، يعني ما بدي صفي يعني هي للأكل مو بنشفها بالمرة. يعني بدي اكل منها، انا ما بدي نشفها بالمرة. بالمرة لبنة مصفى هيك بهالطريقة. دوني 3 كيلو لبنة ما شاء الله عليهم، دوني هن طلعوا معنا. شايفين؟ بنقدر بنحط هيك نساوي من النعناع والزيت الزيتون بهالطريقة ما شاء الله. شو شهي هذا على الفطور، كتير كتير طيب. طلع شوية نعناع يعبيك على وشنا. طريقة زيت زيتون كمان الطريقة. شايفين كمان حطوا لهم شوية زيت زيتون، حطوا بهالطريقة بالبراد. دول شغلة أسبوع بيخلصوا معنا ما شاء الله. عادي بحبوا اللبن كتير. شايفين بهالطريقة أحلى كاسة شاي قدام اللبنة ما أطيبة ما شاء الله عليها. هدول تقدروا تحطوا لهم شوية حبة البركة كمان بأول مناعة. شايفين ما شاء الله. عشاء بتقدروا تتعشوا عشاء خفيف كمان منه او فطور، كتير كتير طيب ولذيذ. جربوه ما بتندم. شايفين حطيت لهم حبة البركة وزيت الزيتون، هاي زيت ونعناع اللي بتحبوه. شو بتحبوا تحطوا له حطوا له، بتقبل هاي وبتقبل هاي، وهذا لذيذ وهذا لذيذ. صحتين وعافية على قلبكم. لا تنسوا باللايك والاشتراك ودعم القناة. يعطيكم الصحة والعافية. بالعافية علينا وعليكم. أحلى لبنة في البيت.